الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا سيد الوزير على الاستضافة، وشكرا الأخوات والإخوة الصحفيين على الاهتمام ديالهم وعلى المتابعة الجدية والتغطية ديال جميع الأحداث وبما فيها الأحداث الأليمة والتحاليل اللي كانت. وطبيعة الحال أنا اليوم جيت باش نتكلم لكم على المرسوم، اللي تمت المصادقة عليه اليوم في مجلس الحكومة واللي عنده علاقة بالحوار الاجتماعي، اللي هو المرسوم ديال الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. كيف ما كتعرفوا عندنا واحد الاتفاق اجتماعي كان في أبريل 2022. هذا الاتفاق هذا أعطى واحد العدد ديال الالتزامات، منها الرفع بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كنتكلموا على القطاع الخاص في مرحلة أولى السنة الماضية في شتنبر من سنة 2022، وهو ما تم بنسبة 5% بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية، صناعة والتجارة والخدمات، و 10% بالنسبة للقطاعات الفلاحية، القطاع الفلاحي، لأن كيف ما عرفتوا السماك قل من السميك، وعندنا واحد الإرادة على مستوى الحكومة من أجل توحيد هاد الأجر في القطاع الفلاحي والقطاع غير الفلاحي، وهو أمر كيطلب واحد شوية ديال الوقت، لأنه الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي راه نازل يعني بزاف، تقريبا واحد 2000 درهم أنا نعطيكم. فبعد ذلك في هذه السنة هذه وبعد المشاورة بطبيعة الحال ديال الفرقاء الاجتماعيين والتزاما من الحكومة على أنها تنفذ الالتزامات ديالها وحرصا من الحكومة على أنها تنفذ الالتزامات ديالها، تم اليوم المصادقة على هذا المرسوم، وبذلك تيدوز الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية، بمعنى في المصانع وفي التجارة إلى آخره، كيوصل 3120 درهم تقريبا في الشهر. 3120 درهم تقريبا في الشهر اللي ولا هذا دابا من بعد هذا الرفع هذا ديال 5% ديال هذه السنة هذه اللي غنزيدوه على 5% ديال السنة اللي فاتت. إذا قبل ما نديروا كاع هذا الشيء ديال السميك، كان الأجر هو 2828 درهم قبل شتنبر من سنة 2022، كان 2828 درهم بعد الرفع الأول في السنة الماضية، ولا 2970 درهم، وبعد هذا الرفع هذا 3120 درهم. بالنسبة للنت اللي لأنه هذا السميك هذا يعني واحد الجزء منه كيخلصوا الأجير كمساهمة ديالو في التغطية الاجتماعية، دونك لو نت اللي كيبقى عنده بعد ما المساهمة ديالو، ما كنتكلمش على المساهمة ديال المشغل، لأنه إلا كنتكلموا اليوم على 3120 درهم ديال الأجر الحد الأدنى للأجور، راه المشغل كيخرج من عنده تقريبا 3700 درهم زيدة شوية، 3700 درهم باش كتوصل للأجير هذيك 3120 درهم. لأن كاين واحد المساهمة في التغطية الاجتماعية، وملي هذاك الأجير حتى هو كيخلص هذاك المساهمة ديالو ديال الأجير ماشي ديال المشغل، كتبقى عنده 2900 درهم، 2900 درهم تقريبا. إذا درنا واحد العمل مهم باش نشوفوا مدى تطبيق هاد يعني ماشي الرفع فقط من الحد الأدنى للأجور، ولكن الحد الأدنى للأجور في البلاد، اللي كتعرفوا أنه واحد العدد كبير ديال يعني ديال الناس اللي تيشتغلوا ما تيكونش التصريح بهم اللي كامل الشهر، وبالتالي ملي كتجي تشوف داك الأجرة اللي كيشدها هذاك الأجير كتلقاها ما واصلش الحد الأدنى للأجور. لقينا على أنه يعني ما بين يناير ويوليوز في 2023 تقريبا 1,400,000 ديال الأجراء اللي خدامين يعني ما وصلوش للسميك، تقريبا 39% ديال الشغيلة اللي كاينة المصرح بها، كنتكلمش على القطاع غير المهيكل، المصرح بها يعني في القطاع المهيكل 39% تقريبا 39%. هذا ما كيعنيش على ان هاد الناس عندهم الحقوق ديالهم مهضومه ابدا،
كيهني انه ربما ما تيخدموش الشهر الشهر كله. وبالتالي درنا واحد العدد كبير ديال التفتيشات وتاكدنا على انه المقاولات اجمالا يعني اجمالا كلها احترمت الرفع من الحد الادنى للاجور. وكان واحد العمل دقيق مع النقابات باش يعني الطريقه اللي درنا جوج ديال الوسائل. اولا درنا التفتيش من خلال الجهاز ديال التفتيش، عندنا تقريبا 500 مفتش في المملكه باش كانت. ودرنا اللي كنجيو نديرو التفتيش كنختاروا شنو هما يعني المواضيع ديال التفتيش باش كنعطيو لها واحد الاولويه في هذاك العمليه ديال التفتيش. وبطبيعه الحال بما ان الحكومه خدات القرار ديال الرفع من الحد الادنى للاجور السنه الماضيه، كان لزاما علينا انه واحد المواضيع الاساسيه نتاكدوا ان المقاولات، ممكن نقول لكم ان المقاولات اجمالا احترمت يعني ما عندنا حتى شي حاله ديال عدم الاحترام ديال الرفع ديال الحد الادنى للاجور بشكل قانوني. وكذلك درنا الطريقه الثانيه ديال العمل، وخدمنا مع النقابات كلها من خلال التواجد الميداني ديالنا على المستوى الاقاليم وعلى مستوى الجهات، باش الا كانت ولو حاله واحده اللي فيها يعني شكايه اللي كتقدر تدوز مرور الكرام في اطار المساطر العاديه، كتطلع للوزاره باش كنتاكدوا على ان المقاوله راها فعلا، وكنكونوا صارمين في هذا القضيه. اذا المعلومات اللي عطيتكم ثلاثه ديال المعلومات الاساسيه. المعلومه الاولى راكم شفتوا الارقام بالنسبه للسميك، غنعطيكم سماك. ثانيا انه للرفع من الحد الادنى للاجور تم احترامه من طرف المقاولات. ثالثا كيبقى كاين واحد عندنا واحد التحدي، هذا ماشي وليد اليوم، هذا واحد التحدي ديال على انه نزيدوا نتعبؤوا باش الناس اللي كيخدموا يخدموا الشهر كامل، باش الاجره اللي تيشدوها تكون واحد الاجره اللي هي ديال هذا الحد الادنى للاجور هذا، باش يستجب على الاقل اضعف يعني الاحتياجات اللي كاينه. وكما عهدناكم زعما في الحكومه الفكره هي لغه الصراحه باش تعرفوا زعما شنو اللي درنا وشنو التحديات اللي بطبيعه الحال حتى حنا مازال كنواجهها. باش بالنسبه للسماك العالم يعني المجال الفلاحي، الحد الادنى للاجور في الانشطه الفلاحيه، السماك ما تيكونش بالساعه، حيت السميك تيكون بالساعه، السماك تيكون بالنهار. فالنهار كان قبل ما نديروا الرفع من الحد الادنى للاجور في القطاع الفلاحي كان 76 درهم و70 سنتيم النهار، كتعطيك في الشهر الا خدم الانسان الشهر كامل كتعطيك 1994 درهم. واخا هادشي قبل ما دير الحكومه حتى حاجه. ملي دار الحوار الاجتماعي في شتنبر الماضي دزنا من هذيك 76 درهم فاصلة 70 دزنا ل 84 درهم فاصلة 37، 10%. وصبح في الشهر دزنا من 1994 درهم ل 2193 درهم، تقريبا واحد يعني 200 درهم ديال 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 الفرق. ولكن مع هذا الرفع هذا الجديد اللي دزنا في اليوم 88 درهم، كانت 84 دزنا ل 88، ولات الأجرة الشهرية هي 2303 ديال الدرهم. هذا هو يعني إجمالا زادت تقريبا واحد 400 درهم يعني ما بين السنة الماضية وهذه السنة هذه، لأنها 15% ديال السماك. ولكن شي مازال ما كافيش، حنا راه عندنا التزام في الحكومة على أنه غادي نستمروا في كل سنة من الرفع من الحد الادنى للاجور في المجال الفلاحي وخصوصا السهر على التطبيق ديالو. وراكم فهمتوا دابا التقنيه هي العدد ديال الايام التي يتم التصريح بها، يعني يمكن لك تحترم القانون ولكن الناس ما هذا هو اللي كاين. فالعمل ديالنا هو هذا. بطبيعه الحال كاين معادله اقتصاديه في كل مقاوله، زعما هذا الشيء هذا الواقع، ولكن كاين كذلك واحد العمل من اجل التصدي، ولكن الحمد لله كانت واحد استجابه مواطنه ووطنيه في هذا المجال. التحدي في العالم الفلاحي مازال كبير شويه، مازال عندنا تقريبا واحد 300 الف من المصرح بهم، مازال خصهم يوصلوا لهذا السميك. متنقول نعاود نقول لكم ماشي خرق للقانون ولكن اشكاليه التصريح في جميع الايام ديال الشهر. بغيت نربط قبل ما نختم الكلمه ديالي جات على خاطركم هذا الموضوع بالموضوع يعني اللي كبر منه اللي هو ديال الحوار الاجتماعي، اللي كيف ما كتعرفوا مر من واحد السيروره.
الحوار الاجتماعي ما تيكون شيء سهل، لان تيكون فيه مفاوضات، تيكون فيه عدد من الامور. بدا الحوار الاجتماعي في هذه الحكومه بفضل واحد الاراده سياسيه حقيقيه توجد في هذاك الاتفاق اللي كان في 30 ابريل 2022. كان فيه التزامات وحنا كنا ومازالين شبتين به بطبيعه الحال ومازال تايقين فيه، لانه فيه جوج ديال الامور اساسيه. اولا هو اتفاق تم التوقيع عليه من طرف جميع الفرقاء الاجتماعيين الاكثر تمثيليه، وهو من السوابق كيف ما كتعرفوا في التاريخ ديال بلادنا في مجال الحوار الاجتماعي. يعني كل شيء وقع عليه، ما معنى كل شيء وقع عليه، يعني كان واحد المجهود من اجل الاقناع والتفاوض. وكاين واحد الحاجه جديده حتى هي كانت ثانيه، هي انه لاول مره عندنا في اتفاق اجتماعي مطالب دقيقة، ولكن عندنا كذلك إصلاحات جوهرية اللي هي من صميم العمل اللي خص دير أي حكومة مسؤولة مواطنة وسياسية. وكيف ما كتعرفوا هذا الشيء فايت قلناه مع السيد الوزير بالمناسبة اللي كانت مناسبة أخرى، يعني حاولنا نكونوا على قد المسؤولية ونديروا هذا الاتفاق في بداية الولاية الحكومية باش ما يكونش شي تنصل من شي مسؤوليه من المسؤوليات، وباش نحاولوا ما امكن كاحزاب اللي تتكون هذه الحكومه وكوزراء مسؤولين وكقطاعات اننا نوفيوا بالعهد ديالنا وزعما نواجهوا المصاعب، ماشي غير نديروا اتفاق من اجل الاتفاق. وذلك ما كان واحد العدد ديال الالتزامات، وكانت واحد الامور مهمه اللي دارت من جملتها كيف ما كتعرفوا الاتفاق اللي كان في المجال ديال الصحة، والاتفاق اللي كان في المجال ديال التعليم العالي، والاتفاق الكبير اللي كان في بداية هذه السنة ديال 2023 في المجال ديال التعليم ديال النظام الأساسي. وراكم شفتوا البلاغ اللي كان البارح ديال النقابة الأربع اللي موقعين عليه كذلك، اللي الحمد لله داك الشيء غادي راه من أمور ماشي سهلة، لأن هي مواضيع ما تعالجاتش لسنين طويلة. إذن كان واحد المجهود ديال الحكومة كلها بمختلف القطاعات ديالها باش يكون واحد التوفيق ديال 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 وتقريب وجهات النظر باش هاد الاتفاقات هادي تخرج الوجود. وبطبيعه الحال كان واحد الدور مهم وحاسم ديال السيد رئيس الحكومه، ماشي فقط من اجل يعني لاربيتراج، ولكن كذلك من اجل يعني الدفع بواحد العدد ديال المواضيع باش تقدر تنفذ. اذا في يناير كان عندنا في الاتفاق الاجتماعي اننا خصنا نكونوا تكلمنا على القانون التنظيمي اللي كيحدد شروط ممارسه الحق ديال الاضراب، اللي كيف ما كتعرفوا هذا قانون تنظيمي يعني كاين في الدستور، واللي بلادنا ما 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 خرجتوش منذ الاستقلال يعني في دساتير. والحمد لله فهاد القانون هذا عرف صعوبات كيف ما كتعرفوا، لانه كان قانون اللي كان في مجلس الحكومة في يوليوز 2016 وفي مجلس الوزراء في شتنبر 2016، ومن بعد تما يعني الوضع ديالو في المجلس النواب. القوانين التنظيمية كتعرفوا تمر وجوبا، وانا مع السيد الوزير كذلك المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تمر وجوبا بمجلس النواب قبل مجلس المستشارين. دابا حنا كنتكلموا على 2016، إذن في اكتوبر 2016 شحال هذه دابا؟ سبع سنين. ومنذ ذلك الحين لم نسمع له صدى، لم تتم مناقشته الى اخره. كانت ملاحظات كثيره على 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 الطريقه اللي تمت بها استشارات او عدم استشارات النقابات على اي حال. إذن حنا ملي جينا اتفقنا في الحوار الاجتماعي على ان هذا القانون سوف يبقى فوسط القنوات ديالو الرسميه، ولكن كان انفتاح بطبيعه الحال، وهذا هو الدور ديال اي حكومه سياسيه، على في اطار مشاورات مسؤوله مع الحقل النقابي والنقابات الاكثر تمثيليه في المغرب والكونفدراليه للعمل مقاولات المغرب، باش نشوفوا شنو هما الامور، شنو هما الملاحظات، شنو هما التحسينات والتجويدات، يعني الكمال لله، اللي يمكننا نديروها على هذا القانون هذا باش نقدروا نخرجوا، وغيكون واحد النصر لينا كاملين، وغتكون واحد المثل اللي كيدعم التميز المغربي اللي كنشوفوه في عدد المجالات، واخرها هذه الفاجعه رغم المنا والمصاب اللي وقع لنا.
إذن بدينا هذا الشيء في يناير 2023. طبيعة الحال ما كانش مفاوضات أو مناقشات أو مشاورات مفتوحة كيف ما كتتصوروا، لأن كان ضروري علينا نصمتوا ونفهموا أسباب النزول ديال بعض يعني التشنجات اللي كانت في الصيغة الماضية. واستمر هذا العمل من يناير حتى لهذا الصيف هذا بتقريبا 21 ديال الاجتماعات ما بين الفرقاء النقابي الاجتماعيين بما فيهم النقابات والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، بتتبع وإشراف طبيعة الحال من سيد رئيس الحكومة، لأنه هذا الشيء كله مرتبط، الشيء اللي كان اللي كنتكلموا عليه مرتبط. وخدمنا في هذه الأشهر هذه كلها من أجل تقريب وجهات النظر أقصى ما يمكن باش نقدروا بطبيعة الحال نوصلوا واحد النص اللي يكون كيحترم روح الدستور، التوجه ديال المغرب على الساحة الدولية، والحقوق ديال الناس، لأنها من أولى أولويات الحكومة في إطار الدولة الاجتماعية وتنفيذا للتعليمات ديال سيدنا الله ينصره. واليوم وصلنا لواحد المرحلة على أنه كنقتربوا بواحد الشكل كبير من 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 يعني البرمجة ديال هذا القانون بعد استكمال المشاورات اللي هي كاينة، يعني ماشي ما كاينة شيء غير ما كنتكلموا شيء عليها بزاف علنا، لأنه كنحترموا أنه يعني خصها تدوز في واحد الجو هادئ، لأن الهدف هو نوصلوا للنتيجة، ماشي هو يعني نبينوا على أنه كاين العمل راه كيدار، العمل راه كيدار غير ما تيدير شيء زعما بواحد الشكل. إذن إن شاء الله الإرادة ديال الحكومة اللي تنبلغ لكم اليوم اللي هي على أنه مع السيد رئيس الحكومة والوزراء المعنيين إن شاء الله والفرقاء الاجتماعيين يعني غادي نتوجهوا بإذن الله على أنه هذا المشروع ديال القانون بإذن الله إن شاء الله يكون الهدف ديالنا هو في هذا يعني لا سيسيون هذه اللي جايه في هذه الدوره ان شاء الله باذن الله نقدروا نديروا فيه المناقشه بشكل هادئ وبناء وطبيعي وبالاستماع للجميع، لا في الغرفه الاولى ولا في الغرفه الثانيه، بالاضافه للمشاورات اللي كان قلت لكم كاينه في اطار مؤسسه. وهذا هو المثال ديال مؤسسه الحوار الاجتماعي، راه هو هذا مؤسسه شنو هي، يا كنحترموا واحد المؤسسه اللي خلقناها الجميع وما كندخلوا ليها بدون عقد، يعني تنتكلموا وهذا الى اخره وتنحاولوا نقربوا وجهه النظر. وبطبيعه الحال هذا الشيء راجع اولا بغيت نشدد عليه الله يخليكم، لان عبد ربه يعني في 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 قلب الموضوع، وكندير واحد الشهاده لله هي لانه جميع الفرقاء بدون استثناء عبروا على واحد الروح ديال الوطنيه وواحد المسؤوليه منقطعة النظير. كنت نقول لكم 9 شهور يعني ماشي شهر ولا 15 يوم، ما عمركم ما سمعتوا شي حاجه، ما عمركم ما سمعتوا شي واحد شكا ولا قال ولا هذا. فهاد من يناير حتى حتى كيجيو الاخوان الصحفيين كيقول لك قلنا اش واقع باش تعرفوا على انه كان واحد العمل، وماشي زعما الفضل فيه راه راجع للشركاء. حنا درنا واحد العمل ديال التسهيل بطبيعه الحال، والسيد رئيس الحكومه حتى هو كيتصل وانا كنتصل وتنزور الناس في المقرات ديالهم وتيجيو الى اخره، ولكن يعني كان واحد العمل خصوصا من طرف الفرقاء الاجتماعيين وارباب المقاولات اللي هو عمل وطني. نتمنى نوصلوا له، حنا راه كنقربوا ان شاء الله لهذا سميتو. كلمه اخيره هي انه كاين واحد العمل كذلك كبير داروا الحقل النقابي وداروه المقاولات ديالنا في التعبئه بالنسبه لهذا الزلزال، يعني الفاجعه التي اصابتنا. وحنا كلنا متعبئين وراء صاحب الجلاله الله ينصره اللي مره اخرى كيعطينا كاملين المثل، وبلادنا الحمد لله بالفضل هذه القياده هذه شوفوا فين وصلت رغم الالم اللي عندنا كاملين، ولكن ما يقابل الالم هو الامل ان الوضعيه تحسن، وانه ان شاء الله باذن الله هاد الارض المباركه ان شاء الله تكون في احسن حله ديالها، والابناء ديال الشعب ديالنا يكونوا في احسن يعني داكشي اللي تيبغي سيدنا الله ينصر وتنبغيه كلنا المغاربه كلهم. كانوا بعض الاسئله في هذا المجال، راه الحكومه كلها معبئه، كنظن السيد الوزير راه قالها، كل واحد من الموقع ديالو، غير كاين واحد التنظيم ديال الامور على الوقت ديال العمل. عرفتوا ملي كتجي واحد الفاجعه خاص الخدمه،
يعني الا بغيتي الامور تنجح خص يكون كاين واحد التنسيق على اعلى مستوى في البلاد، وكاين تنسيق على المستوى المحلي، وكلنا متابعين كل واحد حسب الاختصاص ديالو في احترام بطبيعه الحال الوحده الوطنيه. والحمد لله ونشكره على هذا المستوى اللي وصلنا له كامه وكشعب مغربي، ديال التضامن وديال التاخي والتازر اللي قل نظيره في الحقيقه في هذا العصر حتى في دول اخرى. شكرا سي الوزير. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.